اهلا وسهلا بكم من جديد متابعينا، تحيه لكل اللي انضم لنا من خلال هذه المساحه من ظلال الاصيل، مستمرين معكم في اخر فقرات هذا اليوم، واللي دائما قاعده كبيره جدا من الناس هم بيحبوها، لانه احنا بنحاول من خلالها نجمع ما بين الشعر والنثر والطرب. الان احنا في مساحه الفنان، الفنان المميز اللي حيكون موجود معنا وفي حضرتنا عبد الحليم ادم. اهلا وسهلا بك حبابك. اهلا بكم ومرحب بقناه الشروق، وان شاء الله نكون زي ما بيقولوا يعني ضيوف خفاف على المشاهد الكريم. طبعا مساحه الغنى دي احلى مساحه بيحبها الشعب السوداني كله، وبنضرب لها لانه نسبه التطريب عنده عاليه شديد. طبعا اكيد اكيد. طيب خلينا نفتتح لهم بلحن. جداً. نبدا بشنو؟ نحن ان شاء الله نفتتح او نبدا بنغني لاستاذنا الكبير محمد مرغني والسردوليب، اغنيه انا والاشواق وحسن بابكر في الالحان. يا سلام يا سلام، تفضل. Oh,
تصبح حبيبي بتمنى لو
عبد الحليم، والله يا اخي شكرا للتطريب العالي، وبالضروره يعني طالما العمق اللي انت غنيت به الاغنيه والاحساس العميق ده وتغمصت فيها بتفاصيله وباحساسه بذات احساس يعني الفنان القوى محمد مرغني، بالضروره بكون عندك يعني تاثر فيك عميقا. والله اكيد طبعا الاستاذ الكبير استاذنا الغامه محمد مرغني يطول عنه الحديث يعني، وانا اصريت يعني في هنا انه الاقيه، ولقيته والحمد لله سجلنا له زياره في البيت وسمعني وقال لي يا زول يعني بتذكر كلمه قال لي، قال لي يا اخي الهوى معك. سمح لك بين الصبيان يعني. حتى مشينا وجينا بعد فتره لقيناه ثاني في برنامج وقال له في زول داير، لما شافني قال لي يا زول انا قبل سنتين ما قلت لك الهوى معك انت مالك يعني. أداك التصريح من الأول. فمذكر الكلام الجامعي يعني. يا سلام. في ظل العلاقات بين الفنانين، خلينا يعني قبل المساحة اللي كانت الفقرة الأولى كنا بنتحدث عن تأبين الفنان الراحل حمادة الريح، وفي إطار خلينا نقول القبيلة الواحدة اللي بتجمعكم كفنانين، عبد الحليم والعلاقة ما بين الفنانين الآخرين. والله يا اخي طبعا يعني زي ما بقولوا نحن جيل يعني لا ننفصل عن الجيل اللي كان قدامنا، والحمد لله يعني انه لقينا النازل قدامنا وشلنا منهم الكثير يعني، هم اساتذه والله اسروا وجدان الشعب السوداني يعني بكلمات وبالحان بحاجات لا توصف يعني، نسال الله لهم الرحمه والمغفره. والاستاذ حمد الريح يعني والله برضه استاذ غامه، و يعني انا بحفظ له حاجات كثيره يعني. عندك في لحن حافظه لحمد الريح؟ والله في لحني لاستاذنا حمد الريح. ممكن طيب ممكن نطلب منك انك تدينا له من خلال هذا المساء اكون سعيد جدا تكريما يعني والله طوالي، وان شاء الله نحن يعني ان شاء الله نقبل بالكلمات اللي هم قالوها يعني. اتمنى. طيب خلينا نسمع، ممكن نستسمح العازفين برضه في انه حتغني له شنو الفنان حمد الريح؟ حنقول سلم بعيونك لو عز الكلام مر روحك لو عز الملام. طيب ممكن نسمع. Thank you.
جميل جميل يا عبد الحليم، ويعني في ظل المجايل عموما والفنان اللي ياخذ من فنان، وزي ما انت اسلفت وقلت في المساحه اللي فاتت بانه هي رايات بياخذها جيل عن جيل، والمجايل عموما بتتسم بطابع الاريحيه في انه انت فعلا بتقدر تدي الجيل اللي بعدك حاجه عندها قيمه. دور الفنانين الشباب عموما في انه هم يرتقوا بالاغنيه السودانيه كان عندهم دور؟ والله اكيد عندهم دور، يعني الانتقال بالاغنيه ذاتها من 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 جيل لجيل. انا افتكر يعني انه الاغنيه ذاتها هي ذات نوع الكلمات الالحان هنا لو ما كانت جميله انا اتخيل ليه بتموت، ما بتتنقل. فاغاني الناس يعني بقت محفوره في وجدان الاشياء، اي اغنيه اي كلمات اي الحان بقت يعني محفوره. وبمناسبه الشباب دي خليني اقوم احيي استاذنا خميس مدير مركز شباب عبد الرحمن، هم اللي يمد في حراك عجيب، يعني عملوا لمسات وفاء لفنانين كسر يعني، ولسه الموضوع مستمر يعني. يعني عندهم فنانين شباب عملوا لمسات وفاء ل نعم لاستاذنا احمد ريح كان عملوا لمسات وفاء، وعملوا او احمد ريح جايه كان عملوا لاستاذنا سيد خليفه عملوا لمسات وفاء، وعملوا لاستاذنا الخالدي، والغايه الطول يعني. نعم. ولسه هم مستمرين يعني. انا والله بحيي كل الكوكب في مركز شباب عبد الرحمن على هذا العمل الجميل اللي بيقوموا به يعني، وعلى راسهم المدير. نحن والله بنحيي كل الناس اللي بتقوم بدور عظيم جدا في انها هي تكرم فنانين يعني وتديهم لمسات وفاء، وبنترحم على الفنانين اللي غادرونا. انا عاوزه اديكم اتهام لك ان تتحضوا بعد كده يا عبد الحليم، بيقال انه الجيل ده هو اكثر الاجيال المرت اللي ما عنده احتفاظ بالتركيبه اللحنيه العميقه للاغنيه والرصينه والبنيه اللحنيه، وما احتفظ بالكلمات اللي انت قلت انه هي بتحتفظ، يعني هي بتحفظ نفسها من خلال عمقها ومن خلال انها هي قويه. فالجيل ده بيواجه اتهام انه ما حافظ على الميراث العظيم للأغنية السودانية، وخلينا نقول إنه ما أداها قيمتها الكبيرة. رأيك شنو في الاتهام ده، بتوافق ولا؟ والله الاتهام ده أنا بوافق في جزء وجزء كما في لأنه طيب. يعني نحن لو جمعنا بيقوم نجمع الناس كلهم، لكن في جزء في طبعا في يعني لازم الإخفاق ده موجود في أي مجتمع، لكن بفتكر إنه في 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 شباب والله ياسي يعني شعراء مسؤولين يعني بيقولوا كلام جميل وبيقولوا كلام موثق، وبالمقابل برضه في قله قليله هي يمكن ممكن تهوي بالحاجات لو نحن ما لحقنا الموضوع ده. لكن يعني هي والله هي ما مناصفه، لكن جزء من المية في انه الناس ممكن يكون الكلام اللي قلته ده. عبد الحليم عندك يعني مساحتك الخاصه برضه، خلينا نحن في ظل الاتهامات اللي بتواجه برضه بانه الشباب هم ما قدموا حاجه حقتهم بقدر ما انه هم كانوا بياخذوا الاغاني الحقيبه وبيحاولوا ان هم يجددوا فيها او يضعوا لمساتهم الخاصه بها. عبد الحليم كان عندك تجربه لحنيه وشعريه وعمل خاص متميز لك انت، كلمنا عنه. والله في 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 كم في كم عمل انا يعني بطبعي يعني اثروا فيني يمكن الفنانين الكبار ديل، ما بحب الحاجه تمرق اذا ما كانت يعني حاجه لمستني. فكثير من الشعر بيجي بيكون مركون يعني ما هنا. ففي والله حاجه في قصيده انا من هنا برضه بحيي صاحبي وصديقي يا عبد الله طاهر، قام بدله كلام يعني يوم كده جاب بدله كلام عادي يعني في ورقه. فانا قلت له يا اسمع، لما انا قريته لقيته كلام عميق قلت له كمل الكلام. قال لي خلاص فيما بعد ان شاء الله بكمل الكلام. فالمهم هو ما كمل الكلام، وانا قلت له يا زول انا بكمله وبلحنه. قال لي خلاص. فقد كان يعني كملت باقي الكلام، دي كانت يمكن ثاني تجربه، لانه اصلا عندي تجربه لحنيه قبلها ما 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 لقيت. انا عملت الاغنيه وخديتها، فدي الكلام ده عجبني قمت عملت مشيت فيه. كويس انه في تجارب مميزه لك عبد الحليم. والله نحن وصلنا لختام المساحه دي، لكن خلينا نشكر اول حاجه الفرقه اللي كانت موجوده معك، ممكن تديهم مساحه شكر، وبعد كده ممكن تورينا اللحن اللي حيكون في الختام، ومساحه اخيره لك. جدا انا والله اشكرهم جدا
الشباب اللي معي طلال اخونا طلال نجار العود واخونا من صالح استاذنا الكبير يعني واستاذنا برضه وبشوف انا بشكرهم شديد يعني على تكبدهم المشاغل يعني وحضورهم معي. جميل، ولك مساحه اخيره لو حاب تقول فيها شنو قبل احنا الختام. والله انا المساحه دي طبعا برضه بشكر قناه الشروق انها ادتنا مساحه ان نطل على المشاهد الكريم، واتمنى انه نكون كنا يعني بقدر مستوى الظهور وبقدر مستوى قناه الشروق الفخيمه يعني. اكيد، ونحن حنسمع شنو اخر الاغنيه وبعد كده خلينا نودع المشاهدين ونرجع للاغنيه. حنسمع شنو اخر لحن؟ والله يا اخي لحن هي طيب نخليهم هم الخيار لهم. ايوه خلاص احنا نخلي الخيار لهم ممكن نقول الخاص. ممكن نقول الخاص. طيب خلينا مع بعض نبدا الخاص، لكن قبل ما نختم انا عاوزه احيي كل الناس اللي كانوا موجودين معنا من خلال هذه الحلقه لطلال الاصيل. نتمنى ان نكون وفقنا في تقديمه، وعاطر التحايا والتقدير والامتنان للطاقم اللي كان موجود من خلال هذه الحلقه. تقبلوا عاطر تحياتي وفريق العمل، في امان الله. سنين شقوة.